للدرجة الثالثة للمؤتمر مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ ميدكوبر مناخ الذي تنظمه جهة تنشأت توالك سيما ومؤسسة دار المناخ المتوسطية تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أود أن أشكر بشكل خاص كل ضيوفنا الكرام الذين قدموا من مختلف البلدان والقارات ممثلين لمنظمات أممية وإقليمية ولحكومات وطنية وجهوية ومحلية والسادة السفراء ولعشرات من السادة العمداء المدن الإفريقية والأوروبية والآسيوية. خلال هذا اليوم سنتناول مواضيع مهمة مرتبطة بالانتقال الطاقي والمدن الغذائية وتدمير المواد المائية واقتصاد الأزهار وقضايا المدن المستدامة بالإضافة إلى قضايا المرأة والمناخ والهجرة المناخية والتعامل المركزي. محطة طنجة 23 هذه هي مناسبة كذلك لتجديد الالتزامات المسؤولة التي عبر عنها بلد على لسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في كل المحافل الوطنية والدولية. حيث سيتأثر بهذا الإنتاج الزراعي في المناطق الساحلية بسبب فقدان الأراضي الصالحة للزراعة وتمنع المياه الجوفية بسبب تصرف مياه البحر إليها نتيجة السراب المفرط في فرشاتها. ومن المحتمل أن ينخفض توفر المياه الأدنى بنسبة تصل إلى 15% في العقود القادمة مما سيعرض أكثر من 50% شخص للفقر المائي في غضون 20 عاما القادمة. كما أن آثار تغيير المناخ المترتبة في ارتفاع درجة الحرارة والجفاف والتغيرات التي تقلق بالطبيعة تتسبب في نشوب الحرائق الضخمة بما أدى إلى تشغيل مساحات قياسية من الغابات خلال السنوات الأخيرة وأثر بشكل كبير على قدرة هذه الغابات على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا المؤتمر عنده واحد أهمية قصوى لأن أولا مؤتمر دولي والسنة الثانية تيدار في المدينة ديال طنجة والهدف ديالو بالطبع وهو التهيئ للمؤتمر الأطراف اللي غيكون إن شاء الله في الإمارات وفي المتحدة الشقيقة. وفي هذا الإطار فكانت فرصة أولا لتقديم أولا الإشكاليات المطروحة بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط، وأنتم عارفين بأن هذه المنطقة فهي تعاني من التغيرات المناخية، هناك ارتفاع مهم ديال الحرارة اللي وصل لدرجة ونص، والسرعة ديال الوتيرة ديال ارتفاع الحرارة فهي 20% أكثر من المعدل الوطني الدولي. ومن جهة أخرى كذلك بالنسبة لبلادنا فأنتم تعلمون بأن هناك العديد من الإشكاليات اللي هي مطروحة في هذا المجال اللي هي مرتبطة بالطبع بالإشكالية ديال الجفاف ومرتبطة كذلك بالتراجع الكبير ديال الفرشة المائية والاستغلال المفرط لهذه الفرشة والملوحة اللي تدخل كذلك في الفرشة المائية. فكانت فرصة لتقديم وجهة نظر والعمل الذي تقوم به بلادنا تحت القيادة ديال جلالة الملك محمد السادس أيده الله والتوجيه ديالو والهادفة أساسا إلى العمل على التغيير ومواجهة هذه الأوضاع من خلال العمل على التركيز أكثر على تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة والاقتصاد في الماء وكذلك العمل على المحافظة على الفرشة المائية من خلال تطعيم هذه الفرشة وفي نفس الوقت كذلك العمل على ضبط الاستغلال المفرط للفرشة المائية. بين أهم الاتفاقيات هناك 7 اتفاقيات من أهم الاتفاقيات هذه كنوقعوا على اتفاقية المتوسط نجد 3 اتفاقيات دولية من المنظمات العالمية للأمم المتحدة بالتحديد أولها مع برنامج صندوق الأمم المتحدة للتنمية رأس المال واثنتين جوج مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. بما زاد ذلك كنتمنى التوفيق على اتفاق الشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة بخصوص إزالة الكربون بالصناعات بلجيا. كذلك إضافة على توقيعات مذكرة تفاهم مع وكالة المغربية للنجاعة الطاقية لتعزيز النجاعة الطاقية بالجهة. هناك
اتفاقيات عاود وقعناها مع الجماعات الترابيه في اطار واحد المشروع ممول من طرف الاتحاد الاوروبي يهدف الى خلق 8 المراكز لخدمات الطاقه والمناخ بكل الاقاليم 8 الاقاليم اللي متواجده في جهه طنجه تطوان الحسيمه. وفي الاخر كان هناك تم توقيع اتفاقيه شراكه بين المجتمع المدني بشان مشروع مؤشر الديمقراطيه التشاركيه من اجل انتقال اخضر للتصدي لمختلف اثار التغيرات المناخيه لا سيما في بلدان قد يفرض الجنوبيه. هذا هو الهدف الذي والتي هي الاقل إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري والأكثر تضررا منها والنجاح في هذا المسعى وما بيننا العوامل المسرعة للوصول أهداف الملتقى اللي هو اليوم درناه تحت الرعاية الملكية السامية. ملتقى جد مهم من حيث أن هذا الملتقى غيخلي أن المجالات اللي حاضرين معنا أو المختصين اللي حاضرين معنا لا سيما اللي هما عندهم تدبير ديال الشأن المحلي انخرطوا في هذه الدينامية اللي تلقى سيدنا الله ينصره من لكوب 22 بمراكش، ويكونوا هذا اللقاء يكون مجال أيضا لتقاسم التجارب ويكون أيضا مجال باش ديك لي زاكتور لوكو ولا المحليين يقدروا يديروا واحد ورقه الطريق اللي غيقدروا يمشيوا بها المؤتمر اللي جاي ديال المناخ اللي غيكون في ابو ظبي اللي هو لا كوب 28، وغيكون الصوت ان شاء الله ديال جميع المتدخلين الحكوميين ولا حكوميين في منطقه الحوض الابيض المتوسط، صوت واحد كيقول بان الحلول الناجعه فيما يخص المناخ خصها تكون حلول ايضا اللي كيرسموا المعالم ديالها هما الجماعات المحليه على جميع المستويات جهويا اقليميا ومحليا. تم تنظيم مؤتمر الاطراف للمناخ المتوسطي ايام 22 و 23 يونيو الحاليه اليوم وغدا ان شاء الله، ومن طرف مجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه وبشراكه مع مؤسسه دار المناخ المتوسطيه وبشراكه ايضا مع مجموعه من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتم التداول في مجموعة من القضايا المناخية التي تهم الشأن الجهوي والشأن المحلي في البحر المتوسط. ونحن نتوخى من خلال هذا المؤتمر أن تكون هناك يعني قرارات مهمة لصالح المدن والجهات وتدعمهم من أجل البحث عن التمويل اللازم لمجموعة من المشاريع التنموية بهذه المدن وبهذه الجهات.